رحلتنا الرابعية مع النجوم نلتقي بالفنانة التي كانت كل لقاءاتها عيدا لنا، تجدد بعطائها شباب حياتنا الفنية كما يجدد الربيع شباب الدنيا، أم كلثوم وإحسان عبد القدوس. هسألك أسئلة جامدة شوي. برضو الجامد منك حلو. انت دايما بتتكلم عن الجيل الجديد ومتحمس لكل حاجة جديدة، ايه السبب يعني؟ ورأيك في الجيل الجديد ايه، وايه الفرق بينه وبين الجيل القديم؟ يعني هو الـ في الحقيقة انا يعني ما بفرقش بين الجيل القديم والجيل الجديد، يعني تفريق ثابت، يعني مفيش انا مش مفيش حاجة في نظر اسمها جيل قديم وجيل جديد. يعني العمر مش هو اللي بيخلق الناس. في الجيل الجديد، الجيل القديم بتاعنا، في ناس كويسين قوي وناس ناجحين قوي، وفي كمان ناس ما نجحوش وما ما ما وفقوش. الجيل الجديد كمان كده، في ناس ناجحين قوي وممكن ينجح قوي، وفي ناس يمكن ما يتوفقوش في تحقيق ال، انما هو الـ 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 الواقع احنا اولا يعني بنحكم على الجيل الجديد، يعني رايي ان احنا بنحكم عليه بظروفنا مش بظروفه هو، وده اللي بيعمل القلق وبيعمل الاحكام اللي ممكن ما تكونش يعني احكام صحيحه. يعني مثلا يجي انا اشوف شاب من الجيل الجديد مثلا بيعمل كذا وكذا وكذا، فانا اتهيألي انا نفسي مثلا كنت ايامها ما كنت في سن كنت بعمل ايه وبعمل ايه وبتاع، واقيس بقى اللي كنت بعمله على اللي هو بيعمله. ده في رايي مش صح، لان انا الظروف اللي عشت فيها والظروف اللي مريت فيها بتختلف عن الظروف اللي هو عايش فيها والظروف اللي هو بيتحرك فيها. لكن انا بشوف ان الجيل الجديد يعني واعي اكتر من الجيل القديم. لا يعني هو ما نقدرش نقول كده، يعني هو في الجيل الجديد شبان واعيين جدا وبيبنوا نفسهم على دراسات مهمة ودراسات سمينة ودراسات عميقة، انما كمان في الجيل الجديد ناس بتلعب وما عندهاش العمق وما عندهاش، زي احنا برضه في الجيل بتاعنا. يعني الجيل بتاعنا كان فيه ناس دارسين قوي وبيفكروا بعمق وبيوصلوا وبينجحوا، وكان فيه ناس ما يسووش، يعني ما عندهمش كل القيمة دي. فزي ما اقول لك هي الاحكام واحدة، يعني انا نوبة كتبت ان في ناس يعني مثلا عندهم 60 سنة 65 سنة وطريقة تفكيره اكثر تقدما من شبان عندهم 20 و25 سنة. يعني في الجيل القديم والجيل الجديد في الكويس وفي الوحش، لكن على العموم الجيل الجديد الحياة بتتقدم، يعني متاحة له للفهم وللدرس وللحاجات دي. بشوف انهم يعني اوعى واكثر تفهم لكل حاجة، يعني تكلموا في كل حاجة، يعني كان الجيل الجديد. وبعدين انا بشوف ان الجيل الجديد اسرح من الجيل القديم، بمعنى انه الجيل القديم كان الولد من دول يبقى بيشرب سجاير وبيعمل كل حاجة لكن مش قدام اهله. ده صحيح. لكن دلوقتي بيقدر يعمل كل حاجة قدام ابوه قدام والدته، وده في نظري انا مهوش كذب، يعني بيكونوا مش كذب بس هو يعني انا بعتقد ان ده كله نتيجة تطور. يعني الجيل اللي جاي بعد الجيل الجديد ده، يعني اولاد اولادنا او اولاد اولاد اولادنا، هيبصوا لقى ان هم اكثر تطورا واكثر في الحياة، يعني اكثر تقدما من اللي قبليهم. من ناحية دي انا بفضل الجيل الجديد، ما بتكلمش عن نجاحه او فشله او هنا مثلا كان انجح او هنا بتاع، انا بتكلم عليه من ناحية ان هو جيل واعي وصريح وكده متفتح، حاجة تانية غير الجيل القديم. يعني انا اقول لك ان انا وانا صغير مثلا
كنت متربي في بيت جدي وجدي كان رجل من الازهر ومتدين جدا. كانت لو بنت من البنات الصغيرين اللي في سني وانا عندي 8 سنين بصت من الشباك فكانوا يدوني انا عصاية عشان اضربها لانها بصت من الشباك. طب وجدك ليه ما يضربهاش يعني؟ لا انا اعتبرك انت يعني يربوني يعني يربوني على الحماس على التقاليد بتاعتهم. طبعا انا ما يعني ما اقتنعتش بالكلام ده والجيل كله ما اقتنعش. النهارده البنات بتقدر تعيش في حريه. طب يا سيدي بقى احنا ايه نتنقل من النقطه دي لنقطه ثانيه. طب بس قبل ما نتنقل يعني مش ممكن انا اتمتع بام كلثوم دلوقتي يعني اسمع حاجه مني انا؟ لا يعني حاجه لازم ما اسمع ازاي ابقى قاعد مع ام كلثوم. انا النهارده انا بذيع مش بغني. معلش بس انت مهما ذعتي مهما بتاع ام كلثوم ام كلثوم. الله فانا يعني نفسي اسمع الكوبليه اللي فيه القمر من صالحنا بينور اكتر.